قامت جمعية الأرمان والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بتجديد المنازل في القرية المركزية في بنجر سكر أرياف غرب محافظة الإسكندرية. في إطار دورها المجتمعي لاحتضان الفئات الأولى بالرعاية، قامت جمعية الأرمان الخيرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بتجديد عدد من المنازل في القرية المركزية في بنجر السكر أرياف غرب محافظة الإسكندرية. 33 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية عملنا لهم إعادة تأهيل كامل للمنزل. المنزل بتاعهم اللي كان غير للأسف غير آدمي، معرش بالسدة والخشب، لا احنا عملنا له إعادة تأهيل، شطبناه، محرناه، الأرضية بالسيراميك، تشطيب كامل. تواصلنا مع جمعية الأرمان تحت مظلة التحالف الوطني وحضروا حضرتك وبحثوا الحالات وشافوا بيوتهم وعملوا لهم إعادة تأهيل للمنازل، وقاموا بمساعدتهم بعمل بعض المشاريع ومساعدتهم كمان برأس ماشية. وضمن أعمال التحديث، قامت جمعية الأرمان بتركيب أسقف للمنازل للحماية من مياه الأمطار، كما تم إعطاء كل أسرة رأس ماشية للاستفادة منها ولمساعدتهم على المصاريف اليومية. شطبنا البيوت وخلصونا، وزي ما أنت شايف كده عملوا لنا سباكة وكهرباء والسقف وسيراميك وكله تمام، البيت خالص حاجة حلو خالص. أنا البيت عندي كان يعتبر زي مصفى زي ما بقوله، والبيت جدران متشركة والبيت متشرك كله، فجمعية الأرمان وجت بسط على البيت وخدت البيت من أوله لآخره، ما سابوش فيه حاجة من القديم، كله شالوا القديم وحطوا أساسات جديدة وسقف جديد وشبابيك وبيبان، خلوا البيت على وضع يعني أي حد يتمنى يسكن. وهكذا وفي مختلف مدن وقرى ومحافظات الجمهورية، يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي دوره بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وجهود الجمعيات العاملة تحت لوائه لرفع الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة